أنا ضربت أستاذ ضربة هماتين قوية يوم الأربعاء ووقع على الحائط حيل يعني بس من وقع على الحائط رجع بالقاع حمام الضرب. هذا الطفل من ظليت تكتلين بيه وتطعنين بيه ما استنجد بيك ما قال لك مو يصح لك ماما هو؟ نعم سيدي. استخدمتي الملح دبيتي على عينه وحاولتي توكليه واستخدمتي السكين بطريقة التطبير ضربتي مو طعن واستخدمتي الآلة الخشبية اللي طعنتي بها هاي موجودة بإيده 31 طعنة أحد غيرك طعنها هاي الطعنات وعذبه؟ لا سيدي أنا أنت قتلتي تعذيب لو قتلتي ضربة واحدة ومات لا أستاذ عدة ضربات عدة أيام ضربتك جاوبيني على السؤال تعذيب لو تعذيب بزين ما زالت قصة طفل موسى ولاء تحتل جزءا كبيرا من حديث الشارع العراقي. لمن لا يعلم فهذا الطفل ابن السابعة من عمره كان قد قتل على يد زوجة أبيه بسبب التعذيب المستمر الذي كان يتلقاه منها والذي زاد على حده إلى أن توفي. لم تكد تهدأ هذه القصة البشعة حتى أيقظها من جديد فيديو نشره الأمن العراقي لاعترافات القاتلة وشهادة شقيق القتيلة مما أشعل الغضب والمطالبة بأقصى العقوبات مجددا. هذه المتهمة اعترفت وبهدوء بأنها ضربته مرات لا يمكن عدها رغم أنه كان يتوسل ويناديها يا أمي إلا أن دفعته بالقوة فسقط على نافذة زجاج وتكسرت من قوة الضربة. كذلك اتضح بأنها ضربت أخاه بالسكين على رأسه في 3 مناطق تاركة آثارا واضحة عليه. إذا كانت زوجة الأب تجاوزت حد البشاعة في إجرامها فشقيق موسى يرى بأنها ليست المذنبة الوحيدة. فروى هذا الطفل الثاني أحمد شقيق الضحية في نفس الفيديو تفاصيل مرعبة شهدها من ضمنها بأن زوجة الأب وضعت الملح في عيني أخيه ووضعت يديه على الفرن وأن الأب كان يرى أثر التعذيب عليه وعلى أخيه أيضا ولكن لا يعير الأمر اهتماما بل كان يضربهما هو الآخر. أبوك من يجي مثلا يشوف آثار بيك وبأخوك إيه؟ ما تضرب إيه؟ ما يسألكم هاي منو ضربكم شنو الموضوع لا ما يسألنا يعرف يده إيه؟ تعذبكم سيدي حتى كم مرة ضربتنا وضربنا قدامها. أنت شون عرفت بي توفى الله يرحمه نفس ماكو عيونه صار بيض كثيرا ماما ترى مات قالت لا تذاب ده يمثل تضرب بيه قطعنا في الساعة بالدعش وبثلاثة يلا خبرت أبوك بثلاثة هو إجا لا شافه ولا دا سامه وجاء شافه ابن الدود دا يأكل ايه. بيه سواله ما سوى شيء يمثل حق جبوه عون عداني دابكي عليه ودمعه ماكو والله دمعه ماكو والله أطالب من قبلكم وزارة الداخلية من قبل السيد الرئيس المحترم بأن تتعاقب أشد عقوبة بالإعدام. مشاهدينا طلب الشقيق الثاني بإنزال عقوبة الإعدام بزوجة أبيه قصاصا لما حل بشقيقه من تعذيب وصل إلى حد القتل. طالب الملايين أيضا ممن شاهدوا هذا الفيديو بنفس الأمر مثل كريمة تقول حسبنا الله ونعم الوكيل في الأب أولا ومرات الأب ثانيا هل انعدمت الرحمة والإنسانية؟ الإعدام لا يكفي بمثل هذا الإجرام المفروض زوجة الأب تتعذب كما عذبت طفلين لسنوات. إيمان أيضا تقول إعدام مرات الأب لا يكفي بل لابد من إعدام الأب أيضا لأنه لا يستحق الحياة أولا وليكون عبرة لأي مختل ثانيا حسبنا الله ونعم الوكيل. سلام ترى الأب ما أخذ الأولاد رغم أنه في حكم قضائي أنهم يرجعوا لأمهم يعني لازم مرت الأب والأب يتحاسبون بالإعدام والمسؤول عن تنفيذ الحكم أيضا يتحاسب يمكن لو كانوا مع أمهم كان موسى عايش اليوم. أخيرا فادي يقول الهدوء اللي بتحكي فيه مستفز سيدة مختلة عقليا وأكيد من تزوجها مختل أيضا ولا حل مع هؤلاء إلا الإعدام.